تفتح حكاية مسك الأبواب على مصاريعها للإبداع أمام الناشئة والشباب في ساحات الرسم واستديو الإنتاج وغيرها في الفترة الممتدة من 11 حتى 14 من شهر أبريل الجاري. فنان عبد الحسين عبد الرضا، اخترت ترسمة وهو صغير، يعني مو آخر أيامه لما شوية كبر، فضلت ان ارسمه في ايام زمن الجميل. يعني شعور حلو ان انتي تعرضين شغلك ومجهودك، ان احد يجي يسالش عن شنو الخامات. نقدم انشطه عديده حق اليهال، منها الله يسلمك ان احنا نقرا قصص بس مو بالطريقه الاعتياديه، عن طريق المسرح الصغير، وكل موسم تقريبا نقدم شيء مختلف عن الموسم اللي قبل. يزورونا في المعرض، موجودين في بوث الانيميشن، حيهم اي وقت، قاعدين من الساعه 9 للساعة 1 ومن الساعة 3 للساعة 11 في الليل، فحيهم أي وقت. طبعا الفنان دائما يشتغل في مرسم ماله، والحضور جدا مهم للجمهور ماله، يتكلم معه عن قرب، عن بعض الأشياء اللي هو بالفعل ما يقدرون يوصلون له إلا من خلال اللقاء المباشر مع الفنان. الشيء الثاني أيضا تعارف مع الجماعة الفنانين الخطاطين الموجودين في المعرض، هذا جزء من التواصل جدا مهم ويضيف للفنان الكثير. وعندنا اللي هو الرسم اللايف شو، رسم بالصمغ، وبعد كذا نرمي على الجليتر وتبين اللوحات، وفي عندنا ثلاث جداريات مشاركين فيها، رسم 3D تكون رسمتين لشخصين مختلفين، وبعد كذا لازم تكون معها النظاره اللي فوق راسي هذه توضح لك الرسمه.